السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. احنا اتفقنا ان كلمة الستاندرد ديفيشن زي ما قالت إسراء الانحراف المعياري. الانحراف المعياري عن ايه؟ عن المين، عن المتوسط. يعني معنى كده ان الستاندرد ديفيشن عند المين بيساوي ايه يا ولاد؟ زيرو بالظبط، هيساوي صفر، لانه ما فيش انحراف. هو اسمه ستاندرد ديفيشن فروم ذا مين. طب يبقى عند المين بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، مظبوط. طيب المين ده اللي هو كام على السنتايل؟ قولوا 50. 55. ال50 مش كده؟ مش احنا عندنا كلمة سنتايل يعني 100، يبقى المين كام؟ 50، مظبوط؟ طيب ايوه تمام. يبقى إذن لما اخد ال50 برسنتايل، الستاندرد ديفيشن عندها صفر، لما ازود واطلع لل75 برسنتايل، يبقى الستاندرد ديفيشن زائد ولا ناقص؟ زائد زائد. الستاندرد ديفيشن عند ال75 برسنتايل بيساوي 7 من 10، طبعا عند ال91 بيساوي زائد 1 و3 من 10، عند ال98 زائد 2 سنتايل، زائد 2 ستاندرد ديفيشن، عند ال99 زائد 2 و7 من 10 ستاندرد ديفيشن. اتفقنا؟ ناخد العكس بقى، لو ال50 بالسنتايل نزلت لل25 تبقى بالناقص ولا بالزائد؟ بالناقص. بالناقص. وال75 بالسنتايل كانت زائد 6 7 من 10، يبقى ال25 تبقى زائد كام؟ ناقص كام؟ 7 من 10. ناقص 7 من 10. طيب ال91 كانت زائد 1 و3 من 10، يبقى التسعة برسنتايل اللي هو خلاص قربنا تطلع ناقص كام؟ 1 و3 من 10. طيب الاتنين برسنتايل اللي هي بتساوي 98 برسنتايل فوق هتساوي كام هنا؟ ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، مظبوط؟ مظبوط يا جماعة؟ تمام يا دكتور. 2 طيب برسنتال يعني ايه يا دكتور؟ 2 برسنتايل، اللي هو احنا عندنا البرسنتايل بيبدأ من 1 2 3 لغاية ال 100. ايوه، 2 برسنتال اقل حاجة يعني. لا لسه مش اقل، ما هو لسه عندنا 1 برسنتايل، فال2 تمام. برسنتايل ماينس 2، الاثنين برسنتايل ماينس 2 ستاندرد ديفيشن. الاربعة من عشرة برسنتايل هو اقل من واحد، بتساوي 2 و7 من 10 برسنتايل، ماينس 2 و7 من 10 برسنتايل. فاحنا عشان ما نستناش الى السيفير فورم، قلنا ان اي طفل الستاندرد ديفيشن بتاعه ماينس 2 ستاندرد ديفيشن يبقى شورت ستيتشر، اللي هي تساوي كام؟ السكند ريسنت تايم. السكند برسنتايل. فهمنا يعني ايه ستاندرد ديفيشن؟ تمام يا دكتور. حد مش فاهم فيها حاجه؟ طيب هيفرق ايه بقى يا دكتور؟ يعني دلوقتي الديفينيشن قلت لي اي طفل بلو ذا سيد برسنتايل هي الشورت، والستاندرد ديفيشن بلو ماينس 2 ستاندرد ديفيشن هي الشورت. ايه الفرق؟ هو 1 سنتايل ماينس 3 اللي هو 3 برسنتايل، والستاندرد ديفيشن اللي هو ماينس 2 بيساوي السكند برسنتايل، ما فرقتش كتير قوي يعني، ولكن في ناس بيقولوا ده ادق شويه. ماشي زي بعض، ما يجراش حاجه. مفهوم الفرق ما بين التو ديفينيشن؟ مفهوم يا اولاد؟ ايوه دكتور تمام. ودي السنتايل اللي احنا اتفقنا عليها،
واللي احنا خدناها قبل كده بطريقه واضحه، وحطينا عليها الستاندرد ديفيشن. لو انتم ملاحظين هتلاقي السهم ده عند الصفر اللي هو ستاندرد ديفيشن اللي هو الخمسين، وبعدين لما يبقى عند الخمسة وسبعين وعند الواحد وتسعين وبعدين عند الثمانية وتسعين. ولو نزلنا تحت طبعا ده لل بويز والجيرلز، لو نزلت تحت هتلاقي ماينس 1 اللي هو عند الخمسه اللي هو عند ال 25 والماينس 2 اللي هو عند ال 2 برسنتايل، وبعدين الماينس 3 اللي هو هيبقى ماركدلي بيلو الثيرد برسنتايل. انا بس بوريكم انه ده الخط الاحمر اللي هو اي طفل يتعدى ماينس 2 ستاندرد ديفيشن هي شورت انتل بروفد اذروايز. ده الرسمه دي في كتاب طب المنصوره الفاكتورز افكتنج الجروث، وكاتب يعني النيوتريشنال فاكتور والجروث هرمون والسكس هرمون اند جروث هرمون. الحقيقه يعني انا عجبتني الرسم في حاجتين، الحاجه الاولانيه انها ذاكره الفاكتور اكوردنج تو ذا ايج، بمعنى ان الفيرست تو ييرز بيبقى النيوتريشنال فاكتور مهم جدا اهوت، ومعاه الثيروكسيد ثيرويد هرمون. يعني انا بس بزود هنا النيوتريشن ومعاه الثيروكسيد ثيرويد هرمون. وبعدين من سنه ونص الى سن 12 سنه بيتفرد فيها الجروث هرمون، بيبقى هو المين بلاير في الجروث بروسيس، بيبقى اللاعب الرئيسي هو الجروث هرمون. لما بنوصل للبيوبرتي اللي هو 12 يبدا يدخل بقى بقوه السكس هرمون ومعاها الجروث هرمون لغايه لما نوصل للبيوبرتي. دي الستيجز اوف جروث بالنسبه للفاكتور افكتنج الجروث. وادي ثيروكسين مع نيوتريشن يا دكتور؟ يعني في الفيرست يير. ولذلك عشان تفتكروا انا قلت ان ات بيرث وفي الفيرست يير مفيش فيه مانيفستيشن للجروث هرمون ديفيشنسي، وما بيبانش الا في السكند يير اوف لايف. ليه؟ لان الرول اوف جروث هرمون في الفيرست يير قليل قوي. امال مين المسؤول عن جروس؟ بيبقى النيوتريشن اند ثيروكسين. عشان كده الطفل يعني الحمد لله عملنا او يعني الحكومه بتاعتنا عملت السكرين تيست للهايبوثيروديزم، والحقيقه من فضل ربنا سبحانه وتعالى، لان زمان كنا بنشوف حالات كتير جدا من ريتارديشن. ليه؟ لان بيبقى عنده ثيرويد هرمون ديفيشنسي وما عندوش اي مانيفستيشن وما تبانش الا لما يحصل منتال ريتارديشن، يعني الكريتينيزم والمانيفستيشن والكورس فيتشر ومش عارف ايه ما بتظهرش غير بعد خمس ست شهور اللي هو يكون فيها بقى قبلها، يكون بقى منتال ريتارد، فاصبح بلا قيمه التشخيص، ملوش لازمه لانه مش هيمنع حاجه، خلاص هو الطفل بقى منتال ريتارد. فمن فضل ربنا علينا ان اتعمل مشروع السكريننج للهايبو ثيروديزم ادبيرس من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ده بالنسبه للفاكتورز البلاير الاساسيين، ولكن يعني في فاكتورز اخرى بتاثر زي الايج والسكس والريس والهيريديتري والنيوتريشن والجروس والجنرال هيلث، كرونيك ديزيز، الاندوكراين، السكليتال ماتيوريتي، الكروموزوم الابنورمالتي. دول الفاكتورز يعني معدودين، يعني اما نقول ارقام، انما مين المين بلاير الاساسيين هم النيوتريشن والثيروكسين والجروث هرمون والسكس هرمون، ده الاساس، ومعاهم الهيريديتري او الجينيتك.
دولة المين فاكتور افكتنج الجروس. احنا لما ندخل في شورت ستيتشر يبقى عندنا حاجه اسمها بروبورشن شورت ستيتشر وديس بروبورشن شورت ستيتشر، يعني واحد قصير بس متناسق وواحد قصير بس مش متناسق. هو يعني ايه متناسق؟ يعني الاسبان قد الهايت، الاسبان بنسميه ارم سبان اللي هو العرض قد الطول، ده بنسميه بروبورشنت. واللور سيجمنت والابر سيجمنت قد اللور سيجمنت، ده بنسميه بروبورشنت. اي اختلاف في الاثنين بنسميه ديس بروبورشن شورت ستيتشر. الارم سبان لو طرحناه من الهايت، يعني الهايت اعلى، بيبقى ماينس 3 سنتي during the first 7 years. عند 7 سنين بيبقى الاسبان قد الهايت بالظبط. بعد ال 14 سنه الاسبان بيبقى زياده 1 سنتي في الجيرلز وزياده 4 سنتي في البويز. ليه؟ لان الاطراف بتبقى كبرت اكتر من الترنك. تاني لغايه سن 7 سنين بيبقى الاسبان اقل من الهايت ب 3 سم. من 8 ل 12 بيبقوا الاثنين قد بعض صفر. الهايت قد الاسبان. بعد 14 سم، بعد 14 سنه بيبقى الاسبان 1 سم اكتر في الفيميل و 4 سم اكتر في الميل. ده بالنسبه للاسبان والهايت وعلاقتهم ببعض. وادي احنا اتفقنا ان اللينس ينام الطفل على خشبة او على ترابيزة او على المكتب وبقيس من دماغه لرجليه. لو كان هايت يعني عمره سنتين او اكتر، الصورة دي اللي موجودة في كتاب طب المنصورة بتشترط ان يكون في accurate measurement of the height. ازاي؟ نمت واحد يكون كعبه ملاصق للحيطة، كعبه ملاصق للحيطه اللي هتقيس عليها او للميزان اللي هتقيس عليه. وبعدين يكون الباتوكس ملاصق للحيطه، ويكون الشولدر ملاصق للحيطه، ويكون الاوكسبت ملاصق للحيطه. الاربع اماكن دولت اللي هو 1 2 3 4 يكونوا ملاصقين، ويكون باصص هوريزونتال، يكون باصص اتجاه مباشر لقدامه. وبعدين نقيس بقى الطول من الهايت من فوق لغاية القدم. ده how to assess الهايت. ده يعني مقدمة للشورت ستيتشر. هو يعني ايه بقى؟ احنا اتفقنا ايه اسباب الشورت ستيتشر، عشان اتفقنا ان في الديفرنشال دياجنوزز بتاع اي حاجة لازم تبقى فاكر الترج بتاعها. فالكوزس اوف شورت ستيتشر عملتها بلونين، لون اصفر ولون احمر. وانا قاصد طبعا لون اصفر اللي هو بيعملوا لنا مايلد شورت ستيتشر، اللون الاصفر يعني مش خطر قوي. وبعدين لون احمر اللي هو سيفير شورت ستيتشر. يبقى انا عندي لونين في الاسباب. اما اسباب بسيطه اللي هي مايلد شورت ستيتشر اللي هو مش خطيره، وسيفير شورت ستيتشر اللي هي اسباب خطيره. الاسباب المايلد سببين، الفاميليال والكونستيتيوشنال. فاميليال وكونستيتيوشنال ومعاها حاجه اسمها ايديوباثيك شورت ستيتشر، مش مهم قوي، بس مهم قوي الفاميليال والكونستيتيوشنال. ايديوباثيك مش لازم تعرف. الباثولوجي لا، الباثولوجي في عنده نوتريشنال، كروموزومال، سكليتال، اندوكراينال، كرونيك إلنسز. طب النسب ايه بالنسبه للاسباب؟ لو احنا عندنا 100 طفل شورت، الفاميليا والكونستيتيوشن هيمثلوا لنا على الاقل 80 الى 90% من الاسباب. يا
يعني معظم اسباب الشورت ستيتشر ار مايلد شورت ستيتشر وليس سيفير شورت ستيتشر، وال10 20% بيمثلوا الباثولوجيكال شورت ستيتشر. عشان كده قلنا ان الاسباب اللي في الخانه الصفراء بنسميها نورمال فاريانت شورت ستيتشر، والاسباب اللي في الخانه الحمراء بنسميها باثولوجيكال شورت ستيتشر. تاني يبقى اسباب الشورت ستيتشر اما انها تكون نورمال فاريانت شورت ستيتشر للفاميليا اند كونستيتيوشن والايديوباثيك، او يكون باثولوجيكال شورت ستيتشر ودي بتمثل من 10 ل 20% اللي هم الاندوكراينال والنيوتريشنال والكروموزومال والاسكليتال والكرونيك سيستميك انس. ده اسباب ايه الشورت ستيتشر. طيب النوع الكرونيك سيستميك انس عشان هو حاجه مهمه حطينا له سلايد زي ايه الانيميا كرونيك انيميا الرينال تيوبلر اسيدوزس الكرونيك رينال فيلير السيفير ازمة الكونجنتال سيانوتيك هارت ديزيز السيفير كرونيك انفيكشن زي التي بي الكرونيك باول ديس اوردر والستيرويد ثيرابي او البرولونجد ستيرويد ثيرابي. الكلاسيفيكيشن اتفقنا على الاسباب. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعت شورت ستيتشر بنقسمها الى ديسبروبورشن شورت ستيتشر وبروبورشن شورت ستيتشر. الديسبروبورشن لو بيمثل حوالي 5% من الاسباب او 10% من الاسباب يوجوالي از باثولوجيكال اند سيفير شورت ستيتشر. واتفقنا ان كلمه disproportionate يعني الاسبان اقل من الهايت او الابر سيجمنت على اللور سيجمنت لا يساوي واحد يعني غير متناسق. اما ان يكون في disproportionate ده يكون شورت لمب دوارف او شورت ستيتشر او شورت ترانك شورت ستيتشر. لو كان اللمب هي اللي شورت هنفكر في الأكوندروبليزيا وهنفكر في السيفير ريكتس وحاجتين كمان الأوستيوجينيس إمبرفكتا وبعض الميوكوبوليسكرايتس. ده لو كان شورت لمب. طب لو كان شورت ترانك شورت لمب يعني الإسبان أقل من الهايت، لو كان شورت ترانك يعني الهايت هو اللي أقل من الإسبان هيبقى الموركوس ديزيز وميوكوبوليسكاردوزيس تايب 4. ده بالنسبه للديسبروبورشن شورت ستيتشر. يبقى الكلاسيفيكيشن بنقسم الشورت ستيتشر اكوردنج لقياسنا، هل هو بروبورشن شورت ستيتشر يعني السبان على الهايت بيساوي واحد الابر سيجمنت على اللور سيجمنت بيساوي واحد، ولا ديسبروبورشنت يعني لا تساوي واحد. لو كان ديسبروبورشنت هل هو شورت لمب ولا شورت ترانك؟ لو كان شورت لمب يبقى افكر في الاكوندروبليزيا والهايبوكوندروبليزيا والريكتس والاوستيوجينيز امبرفكت. لو كان شورت ترانك افكر في الميوكوبولي ساكرايدوس، افكر في الميوكوبولي ساكرايدوس خصوصا موركوس ديزيز تايب 4. طبعا يعني هنا الريكتس خدناه قبل كده والميوكوبولي ساكرايدوس هناخده في الانبورن ايرفوتابوليزم. بس عايز اقول عليك الاكوندروبليزيا. الاكوندروبليزيا الاوتوزومال دوميننت ديس اوردر بيبقى معاه اسيمتري اوف ذا لمب والترانك واللينث ومعاه شورت بون اند ثيك بون. شورت ثيك بون يعني الاكوندروبليزيا بيبقى البون بتاعتها ثيك اند شورت. ده كلمه بسيطه عن الاكوندروبليزيا. وده يعني الديسبروبورشنت شورت ستيتشر الاطفال مجتمعين في حفله هم وامهاتهم also are disproportionately short الستات واولادهم. ناخد بقى البروبورشن شورت ستيتشر هو اهم حاجه يعني disproportionate محدش هيسال فيه كتير انما خلينا بروبورشن شورت ستيتشر
اول حاجه هو النورمال فاريانت شورت ستيتش اللي هو بيمثل 80%، وبالتالي الباثولوجيكال يمثل 10%. يبقى 80% من البروبورشن شورت ستيتش ار نورمال فاريانت. النورمال فاريانت نوعين، نوع جينيتيك او فاميليال شورت ستيتش ونوع كونستيتيوشنال. كلمه كونستيتيوشنال، حد يعرف يعني ايه كلمه كونستيتيوشنال يا اولاد؟ حد يعرف يعني ايه كلمه كونستيتيوشنال؟ مش عارفين. انا ساكت، يمكن حد يفتكر كلمه كونستيتيوشنال يعني مبهم. يبقى انا عندي نوع جينيتيك فاميليا ونوع كونستيتيوشنال غير مفسر ليه بيحصل، ولو انهم حطوا بعد الثيوري ولكن مش مقبول. فخلينا دكتور، هو كونستيتيوشنال زي ايديوباثيك يعني؟ لا، ايديوباثيك حاجة ايديوباثيك يعني ليس له أسباب على الإطلاق، لا ثيوري ولا غير ثيوري. كلمة كونستيتيوشنال يعني يفسر ببعض الحاجات وعليها كونترفيرسل، تمام، يعني في أرجومنت في السبب فبنسميه مبهم، ما حدش واصل له لسبب محدد، يعني في اختلاف. إنما الايديوباثيك ما حدش عارف له سبب خالص. دكتور، هو تقسيمة البروبورشنال والديسبروبورشنال اللي هي السلايد اللي قدامنا دلوقتي، النورمال والباثولوجيكال، هم الأسباب اللي احنا أخدناها من شوية اللي هم سبعة، بنقسمهم بنفصلهم، ولا هم برضو في منهم بيعمل بروبورشنال وفي منهم ديسبروبورشنال؟ مش فاهمة بقى يعني السبعة دول بنحطهم ازاي؟ أهو نجيبهم تاني. أدي الأسباب أهي. أسباب الخانه الصفراء، الفاميليال والكونستيتيوشنال، ودولت لازم يعملوا بروبورشنت. وبعدين في الخانه الحمراء كلهم بروبورشنت ما عدا السكليتال يعمل ديسبروبورشنت. مفهوم؟ اه تمام يا دكتور، تمام. يعني كل الاسباب بروبورشنت ما عدا السكليتال ديس اوردر، هي بتبقى ديسبروبورشنت. معاها بقيتهم الاكوندروبليجيا من شويه هنقول هتكلم عليهم. اه معاهم الاكوندروبليجيا اهو. ادي احنا قلنا الديسبروبورشنت اهوت، لو كان كلهم سكليتال، لو كان شورت ليمب يبقى اكوندروبليجيا وسيفير ريكتس واوستوجيز امبرفيكتا، لو كان شورت ترانك يبقى ميوكوبوليسكرايدوز تايب 4 اسمه موركوس ديزيز، ده الديسبروبورشنت. بروبورشنت اللي هو الارم سبان على الهايت او اللينث بيساوي واحد، او الابر سيجمنت على اللور سيجمنت بيساوي واحد. لو بروبورشنت هيبقى لو كان مايلد شورت ستيتشر يبقى هنسميه نورمال فاريانت شورت ستيتشر، وده الغالبيه العظمى من الحالات، بيبقى سببها يا جينيتك يا كونستيتيوشنال. ولانه غالبيه الحالات كده او 80% من الحالات كده، لازم نفهم الفرق ما بين الجينيتك والكونستيتيوشن، عشان مش كل حاله عملها جروس هرمون على طول زي ما بيعملوا الناس، وده غلط طبعا. مش اي حاله شورت ستيتشر عملها جروس هرمون. طب الباثولوجيكال شورت ستيتشر اللي هي بقيه الاسباب اللي كانت موجوده في اللون الاحمر، اندوكراين، نيوتريشنال، بريمورديال، سايكولوجيكال، كروموزومال، كرونيك انفكشن، سندروميك، وكرونيك هايبوكسيميا، دي كلها باثولوجيكال. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. طيب يبقى انا دلوقتي شغلتي الاساسيه والرئيسيه ان انا افرق ما بين الجينيتيك اللي هو بيمثل 40% من الحالات،
والكونستيتيوشنال اللي بيمثل 40% من الحالات التانيين. يبقى اذا دول ال 80% تفتكروا الجروث هرمون شورت ستيشن هيمثل كام في المية؟ اقل من 10 فقط، 5% فقط يا اسراء، 5%. اذا لما يبقى عندي 100 حاله 5 حالات منهم بس شورت ستيشر، يبقى ما اعملش جروث هرمون لل 95% الباقيين، مش منطقي. ومع هذا اي طفل شورت اول حاجه يعملها، اي دكتور بيعملها اول حاجه يعملها يقول له روح قيس جروث هرمون. وانا في نهايه المحاضره هوريك امتى يتقاس الجروث هرمون، وتعرف امتى اقيس الجروث هرمون، وامتى يبقى اسينشال تو ميجر، وامتى يبقى نوت اسينشال تو ميجر. يبقى انا دلوقتي شغلتي الرئيسيه ان انا افرق ما بين الفاميليا شورت ستيتشر اللي هو الجينيتك والكونستيتيوشن مبدئيا كده. مبدئيا كده حد من الموجودين شورت مش لازم يقول لي اه ولا لا، هو يعني ايه كلمه شورت؟ الادلت يعني ايه شورت؟ حد يعرف يعني ايه ادلت شورت؟ ما خدتوش في البطنة؟ ولاد؟ ما أخدناش في البطنة. طيب أي ميل أقل من 152 سنتي هي الشورت، وأي في ميل أقل من 146 سنتي شيء الشورت. خلاص؟ كل واحدة فيكم أو كل واحد فيكم بعد ما يخلص يبقى يقيس طوله. إذا كان طوله أقل من 152 شرطي 152 سنتي كلمني، وأي في ميل أقل من 146 سنتي تبقى شورت. طيب ليه أنا بقول هذا الكلام؟ عشان الجينيتك اللي هو الفاميليا شورت ستيتشر الطفل بيطلع لأبوه أو لأمه أو للاتنين. يعني دكتور الفيميل كام تاني؟ نعم الفيميل تاني كام؟ الفيميل 146 أو أقل، والميل 152 او اقل. فلو كان الميل 152 او اقل او الفيميل 146 او اقل، يبقى هم اوريدي عندهم شورت ستيتشر، وبالتالي ابنهم ممكن يتولد او بنتهم ممكن تتولد شورت ستيتشر، وفي الحاله دي هيبقى ايه؟ فاميليا او جينيتك شورت ستيتشر. وده له كرايتيريا هقولها دلوقتي. النوع الثاني اسمه كونستيتيوشن شورت ستيتشر، حاجه مبهمه كده، طفل بيبقى شورت في وقت معين وبعدين مش عارفين ايه اللي بيحصل، يطول ويوصل عند البيوبرتي الى نورمال ادلت هايت، حاجه كده غريبه. فتعال نشوف الفرق ما بين الاثنين. اهو ادي الفاميليا شورت ستيتشر والكونستيتيوشن شورت ستيتشر. الفاميليال لازم ان يكون البيرنت وان اوف ذيم اور بوث ار شورت، مهم قوي دي. يعني ما ينفعش تقول ان ده فاميليال شورت ستيتشر والاب والام نورمال، ما ينفعش. ما تقوليش جدهم ولا ستهم، لا مالهاش علاقه، احنا عايزين الاب او الام. يبقى البيرنتس او وان اوف ذيم از شورت، الكونستيتيوشنال لا، هما الاثنين نورمال الاب والام، ولكن عندهم حد فيهم عنده ديليد جروس اند بيوبرتي. واضح؟ اقول تاني؟ تاني، الفاميليا لازم يكون وان اوف ذا بيرنت از شورت، يعني الاب او الام، الاب طوله أقل من 152 والأم طولها أقل من 146، يبقى اللي عند الطفل ده فاميليا شورت ستيتشر وانتهينا. طيب لا، هما الاثنين طولهم نورمال، خلينا نفكر في الكونستيتيوشن. الكونستيتيوشنال هيكون الناس دولت الأب أو الأم عنده ديليد جروس وعنده ديليد بيوبرتال مانيفستيشن. يعني الام قبل ما جت لها جت لها المنستريشن كانت 14 15 سنه،
والاب عقبال ما حصل له سكند سيكسوال كاركتر كان 13 14 سنه، ده يسميه ديليت بيوبرتي. طبعا ما حدش فيهم هيعترف بهذا الكلام، انا متاكد طبعا لما تساله هيقول لك لا ده انا بلغت ولا هي بلغت، تقول لك ده المستشفى جات لي وانا عمري 8 سنين يعني، ده اللي هيتقال يعني، انما مفيش مشكله. طب السكس الفاميليا ملوش علاقه، بوث ايكوال افكتد. الكونستيتيشن بيبقى مور كومن ان بويز، مور كومن ان بويز. طيب تعالى ناخد كريتيريا تاني، خد بالك احنا عندنا 10 كريتيريا بتساعد في التفريق ما بين الفاميليا والكونستيتيوشن، لان الفاميليا ملوش علاج، الكونستيتيوشن له علاج، فمهم قوي. الفاميليال at birth هيبقى short، at birth هيبقى short، الconstitution هيبقى normal. مهم أول نقطة دي مهمة جدا، يعني لما تقيس طفل الفاميليال الطفل short stature at birth الفاميليا هتلاقيه short، طالع لأبوهم فشورت genetic كروموزومال يعني. الكونستيتيوشن تلاقيه نورمال بيرث لينث 50 سنتي. طيب الجروس الطفل الفاميليا هيبقى شورت يعني بلو ذا سيرد برسنتايل او بلو ذا فيفث برسنتايل ولكن بارل تو ات، مهم قوي النقطه دي جدا. طب الكونستيتيوشن بيبقى نورمال ات بيرث ويفضل نورمال لغايه عمر سنتين او سنه نهايه السنه الاولى او بدايه السنه الثانيه، وبعدين يحصل فولز في الجروس بلو ذا سيرد برسنتايل، وبعدين يحصل كاتش اب جروس لغايه لما يوصل عمر الـ8 سنين او الـ10 سنين. يبقى تاني الفاميليال هو شورت طول الوقت، بلو ذا سيرد برسنتايل طول الوقت، الكونستيتيوشن لا بيبقى بتولد نورمال ويفضل نورمال ديورنج الفيرست 2 ييرز اوف لايف، وبعدين يحصل فولينج للجروس ريت مش عارفين ايه السبب، ويفضل كده لغايه البيوبرتي لغايه عمر 8 الى 10 سنوات، وبالتالي الطفل بيبقى شورت تشايلد، بيبقى شورت تشايلد. عند سن ال 10 سنوات او الادوليسنت او البيوبرتي يحصل كاتش اب جروس، يحصل كاتش اب جروس للكونستيتيوشن جروس، وعند سن 18 سنه يوصل للادلت هايت. يبقى ملخص الجروس بتاع الكونستيتيوشن تشايلد هو نورمال انفنت شورت تشايلد نورمال ادلت. يبقى نقولها في الثلاث كلمات دول، الطفل الكونستيتيوشن شورت ستيتشر هو عباره عن نورمال انفنت شورت تشايلد ونورمال ادلت، ده الكونستيتيوشن من غير سبب، مش عارفين ايه السبب ليه بيحصل كده. الفاميليا لا هو شورت اول ذا تايم، عمره ما بيبقى نورمال، وده فرق مهم جدا. البيوبرتي في الفاميليا هتحصل ما لهاش علاقه بالهرمون، ده جينيتك، فهيبقى يحصل بيوبرتي از اكسبكتد ايج، بينما الكونستيتيوشن بيبقى ديلي. الفاينل هايت لو انا شفت الطفل عند سن 18 سنه في الفاميليا هلاقيه شورت، وفي الكونستيتيوشن هلاقيه نورمال ادلت هايت. البون ايج هلاقيه نورمال في الفاميليا وهلاقيه ديليت في الكونستيتيوشنال شورت ستيتشر، بس الديليت هنا هيبقى ديليت 1 الى 2 ييرز يعني مايلد ديليت بون ايج، ما هواش ماركتلي ديليت. الكوز الفاميليا الجينيتيك، الكونستيتيوشن بيقولوا احتمال يكون هايبو جونادوتروفيك ستيت، هايبو جونادوتروفيك هايبو بتتريزم يعني، ولكن ليس هناك دليل لانهم عملوا جروس هرمون لقوا نورمال. ومع هذا في التريتمنت الفاميليا ناثينج دي اشورنس، والكونستيتيوشن بيقولوا ممكن تدي جروس هرمون ترايل اوف جروس هرمون بيقول يحسن الحاجات، انما الاهم من كده انه لما تيجي عند البيوبرتال ايج وتجد ديليت بيوبرتي ادي السكس هرمون، ادي السكس هرمون عند سن 14 سنه تو اشيف النورمال بيوبرتي.
ده الفروقات ما بين الفاميليار شورت ستيتشر والكونستيتيوشنال شورت ستيتشر، ودي اهم جدول في الشورت ستيتشر. في نقطه مش واضحه في الفرق ما بين الفاميليار والكونستيتيوشن يا اولاد دكتور؟ هو بلو اند بارلل للفيفث بيرسنتايل، ليه مش الثيرد بيرسنتايل زي ما قلنا في الاول؟ يمشي ده ويمشي ده، مفيش مشكله، ما احنا اتفقنا ان الكتب مختلفين، فيفث بيرسنتايل ولا ثيرد بيرسنتايل، يمشي ده ويمشي. تمام، يعني احنا نكتبها في ثيرد زي كتابنا، الاحسن نكتبها ثيرد. تمام يا دكتور. في كلمه سطر كده في كتابنا، السي اي اكبر من البي اي اللي بيساوي الاتش اي، تاني تاني ايه ايه بتقول ايه؟ ايوه احنا عندنا في البون ايج في عمرين، في حاجه اسمها الكرونولوجيكال ايج، الكرونولوجيكال اللي هو الاكشوال ايج اللي هو يعني مثلا طفل عمره 6 سنين، الست سنين دي بنسميها الكرونولوجيكال ايج. الكرونولوجيكال ايج لما بنعمل البون ايج بنشوف البون ايج ماشي مع الكرونولوجيكال ايج ولا، بمعنى طفل عمره 2 سنين لو عملت له ليفت هاند، على اساس ان الكتاب طب المنصوره كاتب في البون ايج ليفت هاند، انا هاجي لها لما اجي اتكلم على البون ايج. الليفت هاند لو انا عملت الليفت هاند بون ايج عن على الريست، طفل عمره 2 سنين الاقي كام بون في السمول بون؟ لو عمره 2 سنين الاقي كام بون؟ الاقي 3. الاقي 3 فاشيل واحده يبقى ده عمره 2 سنين، مش كده؟ لو عمره 2 سنين وطلع لي 3 بون سمول بون في الريست، يبقى ده الكرونولوجيكال ايج بيساوي البون ايج. طيب عملت وطلعت بون واحده وهو عمره 2 سنين، يبقى البون ايش هنا عامل ايه؟ ثانيه يا دكتور كده، ديلي. بالظبط، يعني دلوقتي انا عندي طفل عمره 2 سنين عملت له الليفت ريست وطلع السمول بون 3، يبقى ده نورمال بون ايج ولا ديليد ولا اخباره ايه؟ نورمال. ده نورمال، نورمال. كويس. طب طلعت واحده بس سمول بون واحده بس، ليه؟ يبقى ديليد بون ايج. يبقى انا عندي 3 حاجات، عندي اكسبكتد ايج وعندي كرونولوجيكال ايج وعندي بون ايج. اذا 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 البون ايج بيساوي الكرونولوجيكال ايج يبقى ده نورمال تشايلد بالنسبه للبون ايج. إذا البون ايج ديليد عن كرونيكال ايج يبقى ده الطفل ده ريتاردد او شورت ستيتشر. مفهوم؟ تمام. في حاجة تانية يا إسراء؟ دكتور في الفاميليال المفروض البون ايج أكبر من الاكسبكتد ولا أقل؟ بيساويه لأنه الاتنين زي بعض. هو لا اكبر ولا يعني هو الاثنين زي بعض، لانه هو ما عندوش مشكله في العظام، ده هو عنده مشكله في الكروموزوم. يعني الكروموزوم هي اللي بتخلي البون شورت، انما هو الهرمون نورمال، يعني لو عملت له جروس هرمون هيطلع نورمال، سيروكسين هيطلع نورمال، اتس اون، عشان كده البيوبرتي بتبقى نورمال. هو الفاميليال شورت عشان جينيتيكالي شورت مش عشان هرمونال افكشن. طيب ليه دكتور عامل سي اي بتساوي بي اي وهما بين قوسين والقوسين دول اكبر من الاتش اي؟ طيب ما انا بقول اهو السي اي